المهم فيتامين سي، مو سي سي، فيتامين بحر زين. فهاي يعطيك تبريد حق بشرتك وهيك، يلا خليك بس تتشر تشمه. نشف في وجهي فور منك شريحته عقب ما لان احنا حار، احنا قاعدين في حار في لهو. هاي تحلو، هاي مبرد، مبرد عشي برتقال، ريحته قريب. هو ميكس فروت، ده مو بس حق بحر يعني، حتى اي شيء حطه في الشنطه. و هو كولينج ميكس، كولينج امانه. الربع ايش رايكم في هذا؟ والله عجيب، والله جبار يا جماعه. العموم كل الربع رشوا من هذا الفيتامين سي على الوجه. طبعا هذا الازرق رجالي اكثر، يعني تحس ريحه شنو قلت لي؟ فضاء. كثر ريحه فضاء. يكون الدعاش على بعض، بس والله قوي. تكفى رش على وجهك عشان يصدقون. تكفى يا الربع. وعرب. الازرق بوتيكي اليوم. هذا العطر يا جماعه مو الا بس حق بحر. هذا انت طالع من الدوام، بالدوام ماخ شاور، توك خالص تبي فرش، ترش من هذا. في ناس راح تقول لي ابو خالد ليش مدحت الازرق اكثر من الوردي؟ الوردي نسائي ريحته على بودر، كنا شي ريحه بنت. هذا ريحه واحد خشن. ترى يا جماعه تقدر تستخدمه بالنادي، بالبيت، بالدوام، بالمكتب، بالمكتب كل ما ها وخلص معاملات. ويك ريحته حلوه. الازرق اشتريه حق اخوك، حق رايلك، حق ولدك، حق ابوك. وايد راح يشكرك، وايد راح يشكرك. كل ما راح يقول له ريحتك حلوه. طالع في عز الظهر جراجات وصناعيه، ولا طالع تخلص لك شغله وتحتاج جرعه من الحيويه والنشاط شويه، فيتامين سي هذا تعطيك كذي رشه وشيل شيل اثنين ثلاث والله.